اجتماع ذاك اليوم هو اجتماع الزاري لدعم المسلسل الأممي لإيجاد حل واقعي نهائي للجزر الإقليمي حول الصحراء المغربية. اجتماع مهم أولا من حيث المشاركة ديال حوالي 71% من أعضاء الاتحاد الأفريقي، 230 دولة اللي شاركت في هذا الاجتماع. مشاركة إذا مهمة من المناطق الخمس ديال إفريقيا، من شمال إفريقيا، من غرب إفريقيا، من شرق إفريقيا، من وسط إفريقيا، ومن جنوب إفريقيا. مشاركة نوعية كذلك مهمة، بحيث كان 25 وزير اللي حضروا اليوم لتمثيل البلدان ديالهم في هذا الاجتماع. مهمة كذلك المشاركة لأنها كانت فيها دول وازنة من مختلف المناطق، دول اللي عرفت المواقف ديالها تطور في السنوات الأخيرة، بما في ذلك دول من منطقة السابق اللي كانوا تنمية ديال الدول، كانت أنغولا، كانت سواتيني، مالاوي، زامبيا، مدغشقر، جمهورية الديمقراطية الكونغو، القمر، وطنزانيا، لكلها من هذه المنطقة هذه ديال السادك اللي هي حوالي أكثر من 50% من الدول. السادك 15 دولة، 8 شاركوا اليوم في هذا الاجتماع. إذا هو اجتماع مهم من حيث نوعيات وكمية المشاركة والتمثيلية ديال الدول المشاركة. هو اجتماع مهم بالنظر إلى الظرفية ديالها، الظرفية اللي كتجي من جهة بعد طاولة الثانية اللي انعقدت في ضواحي جنيف في نهاية في الأسبوع الماضي، كتجي من بعد كذلك واحد المحاولات اللي كانت لإبعاد إفريقيا على المواقف الرزينة والمواقف الواضحة اللي اتخذتها حول قضية الصحراء المغربية في قمة نواكشوط، وجات كتجي كذلك في الوقت اللي كاين هناك تحديات مهمة كتعرفها القارة الإفريقية، واللي كتحتاج بالدور الريادي اللي كتقوم به المغرب بفضل الرؤوس جلالة الملك أنها يكون واحد المجال لفسح الفضاء الدول الإفريقية تنسيق مواقفها والتعبير عن آرائها حول مجموعة من القضايا. إذا من حيث الظرفية هذا اجتماع مهم كذلك من حيث الخلاصات اللي وصلها هذا الاجتماع. بحال اللي شفتوا تبنى واحد البيان ختامي اللي كانوا فيه واحد 3 أو 4 نقاط مهمة. النقطة الأولى هي أن كان هناك إجماع على أن المسار الوحيد المظلة الوحيدة للتعاطي مع قضية الصحراء المغربية هي المظلة الأممية، وأن المسار الذي يقود الممثل الشخصي الأمين العام السيد هوكس كولير على أساس القرار 2440 من مجلس الأمن هو الإطار الوحيد للبحث عن حل كما يقول القرار، حل واقعي عملي دائم ومبني على التوافق. مساهمة طبعا جمهورية جيبوتي بالنسبة للقرار، قرار الأمم المتحدة طبعا معروف، وهو منبثق من العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية جيبوتي والمملكة المغربية وبين القيادتين طبعا في البلدين العربيين الأفريقيين الشقيقين. ونحن جئنا اليوم أيضا لأؤكد مرة أخرى دعمنا ووقوفنا إلى جانب الدولة الشقيقة حكومة وشعبا، وإلى تأكيد أيضا أن يعني قرار الأمم المتحدة هو المرجع الحصري لهذه المسألة. شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.